في لقاء تواصلي بمدينة طنجة عقده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رفقة وفد حكومي هام مع الفاعلين المحليين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، استعرض عدد من المتدخلين مؤهلات الجهة والتحديات التي تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. وخلال اللقاء تم تقديم عرض يقف على مجموعة من المعطيات حول النهضة التي شهدتها الجهة على مدى السنوات الماضية والإكراهات والتفاوتات بين المجالات الترابية والأقاليم على مستوى الجهة. وجرى خلال اللقاء أيضا التشديد على أهمية المشاريع الملكية في استدراك التأخر المسجل على مستوى الجهة، كما تم التأكيد على أهمية الدينامية التي تشهدها والتي تقوم بالأساس على 4 محاور أساسية تتمثل في تجهيزات والبنيات التحتية والتنمية البشرية والاجتماعية والقطاعات الإنتاجية والبيئة. وتمحورت مداخلات عدد من الحاضرين حول التفاوتات التي تعاني منها أقاليم الجهة، لا سيما في ظل تركز المشاريع في محور طنجة تطوان وتعثر بعض المشاريع، إلى جانب الخصاص الذي تعاني منه بعض الأقاليم لا سيما على مستوى الموارد البشرية في قطاعات كالصحة والتعليم وضعف الربط بالشبكة الوطنية للماء وضرورة فك العزلة عن بعض المناطق الجبلية. وفي ردودهم على المداخلات أشار الوزراء المرافقون لرئيس الحكومة إلى حجم الاستثمارات العمومية التي استفادت منها مختلف مدن وأقاليم الجهة خلال السنوات الماضية، مع الالتزام بالعمل على تعزيز المنجزات مستقبلا والأخذ بعين الاعتبار التوازن المجالي في توزيع الاستثمارات والمشاريع وتعزيز الاندماج الجهوي، لا سيما عبر تقوية شبكة الطرق والطرق القروية، إلى جانب الاهتمام بالتراث الحضاري والثقافي للجهة.